السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الحارس المنتخب المغربي والهلال السعودي ياسين بونو، مرشح لتحقيق رقم تاريخي في الدور السعودي. يعني ممتاز، يعني من حراس الكبار في إفريقيا، وكسب يعني شخصية كبيرة، وإن حافظ المغربي ياسين بونو حارس نادي الهلال السعودي على نظافة شباكه في فوز فريقه ب7-0 أمس الخميس أمام أبها لحساب الجولة 18 من الدور روشان السعودي، ليعزز بذلك الزعيم صدارته للمسابقة برصيد 50 نقطة كاملة، يعني وين هروب بعشر نقاط على النصر. احنا كيما الحارس هذا ما ننساوش بان حتى في الدور الاسباني وين سجل هدف التعادل في اللحظات الاخيره لناديه اشبيليا، عنده كلمته يعني وعنده اسم، يعني عنده رقم في اشبيليا. اش ما تنساوش بان كان في عامين ولا 2020 وقيلة 2020 ولا 2022 وين سجل هدف في اللحظات الأخيرة، وانضم بونو صاحب 32 عام في الصيف الماضي إلى الهلال قادما من نادي إشبيليا الإسباني بعقد يمتد حتى صيف 2026 مقابل يعني صفقة قدرت قيمتها ب 21 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت المتخصص في سوق الانتقالات اللاعبين، وبمحافظته على نظافة شباكه أمام أبها نجح الحارس المنتخب المغرب في تحقيق يعني كل شيء، يعني رقم 11 في 16 مباراة لعبها ضمن الدور السعودي خلال الموسم الحالي 2023-2024، ويعني حطم رقم بونو غوري حارس الاتحاد السعودي. وبوصوله إلى هذا الرقم في 18 جولة ضمن الدور السعودي هذا الموسم أصبح السؤال مطروح، هل يستطيع ياسين بونو حارس الهلال تحطيم الرقم البرازيلي مارسيلو حارس مرمى نادي الاتحاد السعودي الذي يعد الحارس الأكثر محافظة على نظافة شباكه في تاريخ المسابقة؟ ونجح هذا الحارس البرازيلي حارس العميد في تحقيق 18 يعني مباراة، وإن أسهم من خلاله بتتويج فريقه بلقب الدور السعودي الموسم الماضي 2022-2023، وذلك بعد غيابه عن تحقيق هذا الإنجاز لمدة 14 عام كاملا. وبوصول الدوري السعودي إلى أسبوعه 18 ستبقى 15 مباراة كاملة أمام بونو لتحطيم الرقم القياسي لهذا الحارس، ويحتاج الحارس المنتخب الأسود الأطلس إلى المحافظة على نظافة شباكه 8 مرات في 15 لقاء ليتجاوز الرقم الحارس الاتحاد وتحقيق إنجاز تاريخي جديد في الدور روشان السعودي. يعني حارس ممتاز، حارس من طينة الكبار أخويا، حارس يعني من الكروشي، يعني الحارس اللي في مباراتين في الدور الثاني والثمن النهائي وين ما تسجل عليه حتى هدف، يعني ما تسجل عليه حتى هدف، يعني حتى في ضربات الجزاء لم يسجلوا عليه أهداف، حتى في ضربات الجزاء لم يسجلوا عليه أهداف، يعني باش يكون على بالكم، يعني أمام إسبانيا وانتهت المباراة ب 120 دقيقة انتهت ب 0-0 حتى في ضربات الجزاء، يعني بتصديه لثلاث ركلات كاملة وين أهل منتخب بلاده منتخب المغرب إلى الربع النهائي، ثم أهله يعني بتصدياته القوية وبأعجوبة وين أنقذ مرماه يعني أمام البرتغال من أهداف يعني بأعجوبة، أهداف بأعجوبة أخرجها بكل أعجوبة في الدور الكارديو فينال أمام البرتغال خاصة في اللحظات الأخيرة. هذو ما حراس يعني اللي يعطيك 50% يقول لك 50% شأن من مع إشبيليا أمام مانشستر يونايتد كذلك
يعني في الربع النهائي شاهدنا في النصف النهائي امام جوفنتوس، وشاهدنا في النهائي امام روما، يعني وين اول مره وين ينهزم مورينيو في نهائي. مورينيو كل النهائيات التي لعبها فاز بها الا امام بونو المغربي، وين هزم امام هذا الحارس الكبير باعتلافاته، وقال لهم اللي فاز عليا فاز عليا الحارس، ما فاش عليا. قالوا له المدرب، يعني من هضروا معاه قالوا له الخطه تاع المدرب تاع اشبيليا ولا؟ قال لهم لا، قال لهم الحارس هو اللي فاز عليا كيما قال لهم. وين ابرز الارقام ياسين بونو مع الهلال السعودي في موسم 2023-2024، وين يحقق ياسين بونو ارقام مميزه مع نادي الهلال السعودي هذا الموسم، من ادت الى احتلال الزعيم صداره الدور روشان السعودي، بالاضافه الى تجاوز الدور المجموعات في الدور ابطال اسيا والوصول الى النصف النهائي كاس الخادم الحرمين الشريفين. وتمكن افضل حارس في افريقيا عام 2023 من المحافظه على نظافه شباكه في 16 لقاء من اصل 21 مباراه ضمن جميع المسابقات بواقع 11 كليان، يعني في الدور الروشان في 2 في الدور ابطال اسيا و3 في كاس خادم الحرمين الشريفين، في حين لم تتلقى شباكه سوى 7 اهداف مع الزعيم في 21 لقاء. ويوجد بونو في قائمة المختصرة المكونة من 3 حراس للحصول على جائزة يعني المقدمة من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الأفضل حارس في العالم عام 2023 رفقة البرازيلي إيديرسون حارس مانشستر سيتي الإنجليزي، وتيبو كوارترا الحارس ريال مدريد الإسباني. للتذكير فإن بونو احتل المركز 13 في ترتيب جائزة الكرة الذهبية لعام 2023، يعني مقدمة من طرف مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، والتي فاز بها الأرجنتيني ميسي نجم الانتر ميامي الأمريكي للمرة الثامنة في مسيرته. يعني شوف كيفاش يعني ونتمناو له يديها أفضل حارس كذلك في العالم، يعني في هذه الجائزة اللي غادي تنظمها بين 18 جانفي وين يديروا الحفل تاعها. هذه هي نتمناو ان شاء الله بربي يروح بها بعيد ان شاء الله، خاطر حارس ممتاز، حارس كبير، حارس كبير خويا، هذه حارس يعني حراس من حراس اللي قدموا وين شرفوا الكره الافريقيه، وين كلاسات تريس في الموند، يعني حاجه ما يا بعد ما يكذبش على روحه، يعني حبه من حبه وكريه من كريه. حارس كبير، حارس ذو مستوى يعني عالي جدا. هذه يا خويا باش يكون على بالكم، باش يكون على بالكم خويا، باش ناس خدامة ناس تخدم على ذلك. نقولوا بلي اليوم وين المنتخب، يعني وين المنتخب المغربي وين عنده حارس يعني من طينة الكبار المنتخب المغربي، هذه هي وين الناس وين تعمل يعني بكل قواها من اجل يعني الذهاب الى ابعد نقطه في كاس افريقيا. هذه يا خويا هذيك اليوم وين نشوفوا بان المنتخب المغربي وين يقدم، وين المدرب الحارس مرمى ياسين بونو وين يقدم يعني مستويات كبيرة في روشان السعودي، وين أعطى كذلك نكهة للدوري السعودي يعني مع كبار، واحد دي أوروبا ليغ، وصل دومي فينال كوب دي مون، يهود يلعب في الدور السعودي، يعني وين حاجة كبيرة خويا، هذه هي حاجة كبيرة خويا. غلطوش ما نكذبوش على روحنا اليوم وين نقولوا باللي واش راه يقدم يعني مع ناديه، يعني بفضل العمل الكبير والثقه في النفس، يعني فانك الثقه في النفس فانك تلعب دور كبير خويا، حراس يعني كبار. هذه هي ما تنساوش
عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني معنا وربي يحفظكم خاطي.